ننتقل لفقرة المطبخ. اليوم مطبخنا حيكون من السلط، مطعم بيت عزيز، وراح نشوف معانا طبق دجاج بالثوم والليمون. نتابع مع بعض ونرجع. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. مطعم وفندق بيت عزيز، انا الشيف عمر حبيب الله، شيف في المطعم. شرفتونا، اهلا وسهلا فيكم. راح نقدم اليوم شويه اكلات سلطيه عبر قناتنا المفضله المحبوبه، قناه الاردن اليوم. راح نحتاج اليوم عشان طبق الدجاج بالزعتر، راح نحتاج حوالي 250 جرام دجاج معمول له مارينيشن. مارينيشن بنعرف عباره عن تتبيله، يعني بنعمل له شويه زيت زيتون، شويه اوريجانو اللي هو زعتر الناشف، ملح، فلفل اسود، وعصر ليمون صغيره. راح نحتاج كمان شويه بندوره مفرومه جوليان، يعني جوانح، رشه ملح، رشه فلفل، اكيد زعتر الناشف مش الاوريجانو اللي هو بنسميه احنا الثايم، الزعتر الاخضر العادي، رشه سماق. راح نحتاج كمان بندوره مفرومه ناعم، ثوم سلايز، الثومه نقعناها بزيت زيتون، زيت زيتون وسمن بلدي. نبلش مكونات، بعد مكونات نبلش باكلتنا اليوم. نحط الصاجيه اللي هي الووك على نار العاليه، واكيد ما دام احنا بالسلط ومسوي اكله سلطيه راح نحط دائما السمن البلدي البلقاوي. بس يبلش السمن يذوب شوي وتطلع الدخنة تعيد السمنة، راح نحط نزل الدجاج. متأكد هالصوت صوت سيزلينج بلش يبين معانا. راح نحط كل كمية الدجاج ونعلي النار زي ما حكينا قبل هيك. دائما صدر الدجاج فاضمن انا انه يحافظ على طراوته من جوا، لازم باستمرار اخلي النار عاليه بحيث انه ياخذ كوت من برا. الكوت هذا هو الغلاف الخارجي، بيعمل انه الدجاج يضل محافظ على طراوته وما تلزمت الدجاج، اللي هي المرات تعمل زنخة أو زفرة للدجاج. صدر الدجاج إذا كان فريش أكيد بيكون أفضل من المجمد، لكن حطرينا وما عندنا فريش ممكن نستعمل الدجاج المجمد. كل الحالات دائما الدجاج بعمل له تتبيلة اللي هي مارينيشن أقل شيء مدة حوالي 8 ساعات ونخليها جوا الثلاجة، ودائما بنخلي النار كثير عالية عشان اضمن انا ان الدجاج ياخذ اللون الذهبي، بنفس الوقت ما تلزم مي للدجاج وضل الدجاج من برا كريسبي ومن جوا طري. مكونات اليوم اهم مكون هي الزعتر، الزعتر الاخضر الناشف اللي هو مش الاوريجانو. الاوريجانو احنا بنستعمله اكثر شيء في الاكل الايطالي، باكلنا احنا الاردني واكل خلينا نقول البلدان العربيه بلاد الشام بنستعمل الزعتر الاخضر الناشف. ممكن نستعمل الزعتر فريش، بس دائما اي نوع بهار او اعشاب كل ما كان ناشف كل ما اعطاك الطعم الافضل. بنحرك استمرار وبحط شويه زيت زيتون فوق الدجاج، وزي ما احنا عارفين التوأم تبع الزعتر الاخضر دائما هو زيت الزيتون. هالاكله كثير سهله وممكن جدا نعملها برحلنا، نطلع بريه، نطلع تخييم، والنار لازم تكون دائما عاليه. في عندنا احنا الثوم السلايز اللي احنا عملناها نقعه قبل بيوم بزيت زيتون عشان الطعم يكون اقوى ويبين مع الزعتر. وزي ما حكيت قبل شوي معروف عندنا احنا دائما انه زيت زيتون التوأم تبعه اللي هو الزعتر.
هاي المكونات كلها طبيعية، كلها فريش وكثير مفيدة. المرحلة هاي بلش الدجاج ياخذ اللون الكريسبي، اللون الجولدن. بضيف أنا البندورة الجوليان يعني الجوانح، وهي كمية بتعتمد حسب كل شيف أو كل ست بيش بتحب تحط مكونات. أنا شخصياً الألوان الطبيعية بحبها دائماً تكون في الأكل موجودة، يعني الزيت الأخضر، الزعتر الأخضر، البندورة الفريش، كل هذه بتعتمد مكونات كتير طيبة. بحط أنا رشة ملح ورشة فلفل أسود صغيرة. هون احنا بلشنا عملية زي ما حكينا قبل شوي، عملية الريدكشن. الريدكشن انا قاعد بخلي الصوص يتركز معاي، اللي هو بيعطيني الطعم واساس اي اكله. شايفين هون الصوص بلش ياخذ اللون تبع الدجاج، ياخذ طعم. وانا بحرك لازم اتاكد دائما انا قاعد بحرك من قاع الصاجيه عشان اخلي كل المكونات تعطيها نفس الطعم الطيب. لو انا استعملت اللحم محل الدجاج في الحاله هاي، بقلل الزعتر وبخلي المي تنزل عشان اعمل شيء بنسميه احنا نوعا ما مثل الجريفي. هون شايفين الصوص بلش يعمل ريدكشن. هاي البابلز، هاي الفقاعه الصغيره، هاي الطعم اللي انا بدي اياه. احنا كنا عارفين دائما باي اكله صاجيه او اكل الصواني اللي بيكون في القاع هو اذكى شيء. ليه؟ لان كل الدسم والطعم تبع الدجاج بينزل في القاع، فدائما بحرك انا باستمرار بحك الصاجيه اضمن انه كل الطعم طلع معي، اخذ اللون الجولدن اللي بدي اياه، طعم الثوم بين، طعم الزيت بين، الزعتر ريحته بينت. هون بستعمل مكون برضه معروف كثير بالسلط اللي هو السماق، السماق البلدي. السماق بيعطيني طعم حامض بزياده، وطبعا كنا عارفين قديش السماق عندنا مفيد. طعم السماق مع الزيت مع الزعتر الاخضر مع ثوم سلايز، لو تغمضوا عيونكم شوي بتخيلوا الطعم كيف ممكن يطلع معنا. شفنا اللون كيف صار، الريحه والأزكى من هيك، ريحه الشواء مع التقليب. برجع مكون الاساسي اللي هو الزعتر الاخضر. الزعتر الاخضر بحاول لما احطه انه اكون حركتي سريعه واحرك بشكل سريع ما اطول لانه ممكن يمرن معاي. بهاللحظه هاي يا ريتوا فيكم تشموا ريحه الاكل كيف صارت مع الزعتر الاخضر. بطفي كمان شوي زيت زيتون شويه فلفل كم مره وشويه البندوره المفرومه مع شوي مي تعيتها. هذا الصوت اللي طلع هو صوت سيزلينج، صوت الصوص، صوت الأكلة كلياتها. هون أنا طلعت معي أجمل ريحة ممكن تخيلوها وأجمل لون. أكلتنا هيك صارت جاهزة. ممكن أحط رشة كمون صغير، ممكن لا. ما تخيلوا الريحة كيف طالعة، كثير بتشهي. وما أخاف من الزيت، زيت زيتون ما في دسم، ما في كوليسترول. اللون كثير طيب، كثير بشهي. بحط الأكلة هاي في فخارة، وممكن نفس الفخارة هاي أرجعها على بيت النار أو على الفحم أو على الكانون إذا طلع رحلة. بعطيها شوية قارنش خفيف اللي هو البندورة الجوليان مع رشة زعتر وشوية زيت زيتون. المفروض هيك حاليا بلشوا تجوعوا. أكل صار جاهزة، وصحة وألف عافية.
بنشكر الشيف على الصاجية الزاكية، وأنا شخصياً بحب الليمون والزعتر.